السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برحب بكم معايا في مش درس قد ما هو نقدر نقول عليه تيب أو فتفوتة صغيرة كده عن امتداد الـ RBF. الـ RBF امتداد أنا بشتغل بيه على طول وبرندر بيه على طول، شغلي كله بطلعه بالـ RBF. الامتداد بصراحة تحفة، يعني كذا حاجة في حاجة واحدة. إيه هو امتداد الـ RBF؟ اولا انا عملت السين دي بسرعه، يعني مجرد حاجه سريعه كده. فلو رحنا للريندر سيتنجز ورحنا لل سيف، علمنا على سيف في الفورمات، في عندي حاجه اسمها ار بي اف. خلوا بالكم في الاوبن اي اكس ار ده بيطلع الليارات كلها كومبريست مالتي لاير، تقدر تعملها بعد كده اكستراكت في الافتر افكت. لكن لو خدنا الار بي اف مسته بقى في الاوبشنز، ممكن اضمن الزد ماب، ممكن اضمن الاوبجكت اي دي، ممكن النورمال ماب، ممكن اليو في كوردينيتس عشان نورماليتي في الافتر، الترانسبيرنسي وهكذا. طيب انا هتكلم على الاوبجكت اي دي والاوبجكت والزد. الزد اللي هو الديبت اوف فيلد، الاوبجكت اللي هو الجسم، الاوبجكت اي دي اللي طالع من الاوبجكت بافر. بمعنى انا عامل هنا اتنين فراكتشر اوبجكت، واحد واخد كومبوزيتنج تاج في الاوبجكت بافر رقم 2 والتاني واخد رقم 1 العادي اللي انت بتطلعه، وبتقوم جاي رايح هنا على المالتي باس وتقول له، المفروض انك بتقول له اوبجكت بافر وتقوم مدي رقم 1، تقوم مدي اوبجكت بافر تاني وتدي رقم 2. لكن مع الامتداد ده انسوا الموضوع ده شويه. ازاي؟ انا طبعا عملت ريندر، اقفل ده خالص ونفتح الافتر افكتس. تمام، مجرد ما نفتح الافتر افكت او اول ما الافتر يفتح هنستورد الملف بتاعنا اللي هو ملف الـ AEC. دبل كليك هاخد ملف الـ AEC. طبعا ده الملف اللي طالع من الكومبوستنج، لو انت نسيت تطلعه ممكن تاخد ملف الـ RBF RBF sequence ونعمل open. تمام، اللي يعجبك دبل كليك. ادي الملف بتاعنا، اعتقد مفيش فيه مشاكل. طيب لو خدنا بقى حطيناه في كومبوزيشن جديده و عملنا هو في فريم المفروض مش معانا عامه، اللي هي ار بي اف اندر سكور دي مش معانا، كانت من الريندر اللي فات. تمام، لكن عامه مفيش اي مشكله خالص، الدنيا ماشيه كويس. لو رحنا لل 3 دي شانل وخدنا اول حاجه الاي دي مات، الاي دي مات، سحبنا الاي دي مات كده، شفتوا اللي حصل ايه؟ ادى الفا. طب ده ادى الفا لكله ليه؟ عشان مفيش عندي حاجه اسمها او واخد رقم اوبجكت بافر صفر. بصوا كده، لو اديت اوبجكت بافر رقم واحد، تمام، طب لو اديت اوبجكت بافر رقم اتنين، شفتوا اللي حصل ايه؟ عمل اكستراكت. انا هعمل كده اهو وهخلي ده رقم واحد، شفتوا اللي حصل؟ الاوبجكت الثاني. اذا اقدر انا بمنتهى السهوله من غير ما اقعد اعمل الفا مات وبري كومبوستنج والكلام ده كله، تمام، ان انا اعمل اكستراكت للاوبجكت اي دي او الاوبجكت بافر اللي انا اديته في السينما. لو عكست ده خليته رقم اتنين هيديني الاوبجكت الثاني. استفيد منه بايه؟ لا، حاجات كتير قوي. ابسط حاجه اعمل دوبليكيت لده ونخلي ده رقم واحد كده، يبقى انت جبت الاثنين. تمام، ولو انا خدت الملف الاصلي حطيته ورا كده يبقى انا جبت الخلفيه. اتفقنا؟ طيب طبعا ممكن اعمل كده وممكن اخد المات اي دي واخليه صفر. ليه صفر؟ يبقى انا كده جايب الخلفيه فقط لا غير. بمين؟ بال امبيانت اكلوجن. طيب اجي على اللي فوق ده مثلا، طبعا اعمل سولو عشان اشوفه، واجي مثلا وليكن احط مثلا
اي حاجه تعجبني، وليكن مثلا عايز اديله مثلا وليكن ليفلز كده مثلا، وليكن انا عايز اغمقه شويه حاجه بالمنظر ده كده، عاوز اخليه غامق سنه. ممكن اروح لكيرفز، ثم عاوز افتحه شويه كده. ممكن اروح لهيو ساتوريشن، طبعا مش ده اللي بيتعمل، يعني اللي اقصده انك ممكن تفصل كل اوبجكت وتشتغل عليه براحتك. اعمل كالرايز كده مثلا، كده مثلا. لو عملت كده تمام ومشيت قدام خطوه، اديني اديته خامه تانية خالص. عملت كده، ده حاجه وده حاجه تانية خالص. كل ده عن طريق ان انا اشتغلت بالاوبجكت اي دي، فصلت كل اوبجكت لوحده. حابب اعمل كلر كوركشن على الخلفيه، مفيش اي مشاكل خالص، بحيث ان انا اظهر الامبنت اوكلوجن. لو انا عملت كده وجيت عملت كده على الشادو، بص كده لو انا زومت، شايف الحته دي؟ لو انا شلت، اعتقد بانت وظهرت. ولو رحت كمان لليفلز خلاص، ورحت على الشادو وجيت عملته كده، يبقى انا بينت الشادوز بشكل جميل وبشكل احسن. كل ده، كل ده عملته. طبعا خلوا بالكم من الـ من الـ من الـ من دي دي حتى دي اساسا المفروض انها من الانتي الياس في السينما، لكن سهله جدا مع المات اي دي. هنحط مثلا السيمبل تشوكر، سيمبل تشوكر، وهنزوده بس حاجه، هنقلله حاجه بسيطه تمام. هعمل بس كده كده، واعمل زوم اوت بس كده بس خلاص. لو جيت عملت كده خلاص الدنيا مش خير. تمام. ممكن يعني عامة هو خد بلر شكله كويس. لو عملت خلوا بالكم انفرت، هعكس الموضوع. لو عملت فيزر، شيل السمبل شوكر، لو عملت فيزر يبقى انا حسنت الدنيا شويه. ادي الموضوع بتاع المات اي دي، وده عشان انا حاطط الاوبجكت اي دي في الريندر بتاع السينما، فقدرت افصل كل اوبجكت لوحده واشتغل على كل اوبجكت لوحده. في حاجه كمان، لو انا مش هشتغل على المات اي دي، شيل المات اي دي من هنا وشيل، او خلي المات اي دي وهنحط افكت تاني، شيل ده، روح ل 3 دي شانل. عايزين ناخد الديبث اوف فيلد، بدل ما يطلع عينك في السينما وانت بتعمل الديبث اوف فيلد، لا انا بمنتهى البساطه، انا هو ده رقم كام؟ ده الاوبجكت اللي هو ده، او تعالوا بقى نشيل الاوبجكت اللي تحت تمام، نشيل الاوبجكت اللي تحت والباك جراوند دي هشيلها، بحيث ان انا اشتغل على الاوبجكت اللي فوق تمام بالمنظر ده كده. لو رحت خدت الديبث اوف فيلد وجيت زومت شويه، عايز اعمل مثلا وليكن فوكس على الحاجات البعيده عن الكاميرا. تعالوا مثلا لو احنا طبعا لازم نزود البلين ثيكنس. على فكره البلين ده تقدر تعتبر الديبث اوف فيلد ده عباره عن مستطيل بلر، تقدر تحركه يمين وشمال زي ما انت عايز. وازود الماكسيمم راديوس بالشكل كده، ممكن الثيكنس. بص بقى كده، اقدر ان انا اتحكم في الشكل اللي انا عايزه. الفوكال بلان اقدر ان انا احركه ورا وقدام زي ما انا عايز. طبعا ممكن اشيل المات اي دي عشان يشتغل على كله، لو انت عايزه يشتغل على كله شيل المات اي دي، والا هيعمل اكستراكت بس للي انت شغال عليه.
حاجه بالمنظر ده كده، ممكن البياس اقلله بحيث ان انا ما افقدش، عشان بس ما افقدش اللون. عندي بقى العب في الثلاثه دول، ممكن اقدم ده اخره، طبعا ممكن اخلي الفوكس مكان ما انا عايز. بصوا كده هخليه على الطوبه دي بالمنظر ده كده. ممكن الراديوس اقلله شويه، ممكن الثيكنس اقلله سنه بالشكل ده كده. يبقى انا عامل ديبس اوف فيلد حلو جدا من غير ما اخش في متاهات السينما 4D او كمان متاهات الكاميرا في الافتر افكتس. نفس الموضوع لو انا خدت بعد كده الفوج 3D حطيته هنا، ممكن لو انا عايز اعمل ضباب ممكن كده، لو انا عايز اعمل انفينيت باك جراوند او زي ما تقول باك جراوند لا نهائيه بالمنظر ده، ممكن الديبث ازوده زي ما انا عايز، ممكن الاوباسيتي العب فيها زي ما انا عايز، السكاترنج دنسيتي اللي هي الكثافه برضو، ممكن اخد جريدينت لاير من مكان ما انا عايز، ممكن الستارت بتاع الفوج ازقه مكان ما احب بالشكل ده كده. الديبث العب فيه براحتي، طالما زقيته وجبت المكان بتاعه العب في الديبث براحتي، السكاترنج دنسيتي اقلله زي ما عايز، حاجه بالشكل ده كده. كل ده عشان احنا شغالين على الار بي اف. صراحه امتداد جميل جدا وكويس جدا، نصيحه مني اشتغلوا بيه على طول، بصراحه هيوفر عليك رندر باسز كتير قوي قوي قوي، وهتعمل بيه شغل كتير جميل جدا جدا جوه افتر افكتس. اشوفكم في مره تانية ان شاء الله في تبايه تانيه او فتفوته تانيه من فتافيت جي اف اكس. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.